حابب ببدء الكورس الثاني إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق. موضوعنا اليوم هو موضوع العدد. العدد يحسن إلى عدد مفرد، عدد مركب، وعدد الأعداد المعطوفة، وكذلك 100,000 و1,000,000. نأخذ الجزء الأول اللي هو الأعداد المفردة. الأعداد المفردة من 1 العدد إلى العدد 9. نأخذ العدد 1 و2 تطابق المعدود وتعرب صفر، فقط 1 و2. يعني 1 و2 لا ما تدخل ويا 10 و11 و12، وإنما 1 و2 فقط. من ألاحظ جاء طالب واحد، جاء طالبة واحدة، طالب مذكر، واحد مذكر. إذا العدد هنا يطابق المعدود بالتذكير بالتأنيث في كل حالات العربية. جاء فعل، فعل ماضي مبني على الفتح، طالب فاعل مرفوع عن رفعه الضمة، واحد صفة مرفوعة. شاهد فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، طالبين مفعول به منصوب على منصب الياء لأنه مثنى، 2 صفة منصوبة، والصفة تتبع الموصوف في كل الحالات الإعرابية والتأنيث والتذكير. سلم فعل ماضي والتاء في محل رفع فاعل على حرف جر، طالبين اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جر الياء، 2 صفة مجرورة، الصفة تتبع الموصوف من الناحية الإعرابية. نلاحظ بأنه 1 و2، الملاحظ يجب أن ننتبه عليه أنه 1 و2 يجب أن يكون المعدود قبل العدد، لأنه نحتاجه في حل الأسئلة الوزارية. نلاحظ العدد من 3 إلى 9 تخالف المعدود ويكون تمييزها جمع مجهور. جاء 3 طلاب. نلاحظ طالب هو مذكر، إذا 3 كانت مؤنثة لأنه تخالف المعدود، بينما نلاحظ طالبة مؤنثة 3 يكون مذكر لأنه تخالف المعدود. نلاحظ جاء فعل ماضي 3 فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، طلاب تمييز مجرور وعلامة جره الكسر. شاهد فعل ماضي مبني على السكون والتاء في محل رفع فاعل، 5 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، طلاب تمييز مجهول. الملاحظ عن الرقم 10 له حاجه، اما ان يكون من ضمن الاعداد المفرده او انه يكون من ضمن الاعداد المركبه. فاذا كان مفردا يعامل معامله الاعداد المفرده، اي انه يخالف المعدود. نلاحظ جاء 10 طلاب، طالب مذكر، اذا 10 جاءت مؤنثه لأنه تخالف المعدود، بينما طالبة مؤنثة جاء الرقم 10 مذكر لأنه يخالف المعدود. إذا كانت 10 مفردة ذكرنا بأنه تخالف المعدود. إذا كانت مركبة ننتقل إلى الأعداد المركبة. الأعداد المركبة من 11 إلى 19، نلاحظ أنه العدد من 1 إلى 9 نلاحظ يعامل نفس المعاملة، لأنه القانون نفس القانون يطبق. يعني من 1 و2 تطابق، من 3 إلى 9 تخالف. ألاحظ الجملة، جاء 11 طالبا، طالب مذكر، أحد مذكر، 10 لأنه مركب رح يطابق، رح يكون مذكر، بينما طالب مؤنث، إحدى مؤنث، إذن 10 راح تكون كذلك مؤنث لأنه راح تطابق. عند الإعراب نلاحظ الملاحظة اللي يجب أن ننتبه، عند إعراب الأعداد المركبة من 11 إلى 19 يجب أن نقول عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل. نلاحظ جاء فعل ماضي مبني على الفتح، إذا 11 عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، طالبا راح نلاحظ يبقى عندنا تمييز منصوب. شاهد فعل ماضي مبني على
السكون والثاء في محل رفع فاعل 15 عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به طالبا تمييز. سلم فعل ماضي والتاء ضمير في محل رفع فاعل على حرف جر 19. لاحظ طالب مؤنث 9 وذكر 10 مؤنث لأنه تطابق. راح أقول عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر. انتهينا من الأعداد المركبة. بعد الرقم 19 نلاحظ يأتي الرقم 20. 20 30 40 إلى حد الرقم 90 يسمى بألفاظ العقود. كل 10 سنوات تسمى عقد، والقرن هي 100 سنة اللي هي 10 عقود، والعصر هي 1000 سنة. ألاحظ هنا الألفاظ العقود الملاحظ عنها إنه تلازم حالة واحدة لا تتغير مع المذكر ومع المؤنث. جاء 20 طالبا وجاءت 20 طالبة. الملاحظ إنه المعدود هنا مذكر، المعدود هنا مؤنث. ألاحظ الرقم 20 بقي على حاله لم يتغير، مع انتباهنا إلى الناحية الإعرابية عند الإعراب. يعني نلاحظ أنه جاء فعل 20 راح يكون فاعل مرفوع على رفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، بينما ألاحظ الجملة الأخرى شاهد فعل ماضي مبني على السكون والتاء في محل رفع فاعل 50 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق طالبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. سلم فعل ماضي مبني على السكون والتاء في محل رفع فاعل على حرف جر 90 اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وطالبا تمييز منصوب. انتهينا من ألفاظ العقود، انتهينا من الأعداد المفردة والأعداد المركبة وألفاظ العقود. بقي لدينا الأعداد المعطوفة، والملاحظ أنه الأعداد المعطوفة هو العدد الذي يأخذ نفس الحالة الإعرابية من اللي قبله. ألاحظ جاء ما أنسى أنه الرقم من 1 إلى 9 يعامل معاملة الأعداد المفردة. جاء 21 طالبا، ألاحظ طالبا مذكر، إذن 1 مذكر، طالب مؤنث وإحدى مؤنث. بقي لدينا الرقم 20، بما أنه لدينا حرف العطف اللي هو الواو ولهذا سميت الأعداد المعطوفة، إذا هذا الرقم سوف يأخذ نفس حركة المعطوف عليه. جاء فعل 1 فاعل، إذا الواو حرف عطف، 20 اسم معطوف على 1 مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. شاهد فعل ماضي مبني على السكون والتاء في محل رفع فاعل 5 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الواو حرف عطف، 20 اسم معطوف على 5 منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، طالبا تمييز منصوب. سلم فعل ماضي مبني على السكون والتاء في محل رفع فاعل على حرف جر، اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جر للكسرة، الواو حرف عطف، 20 اسم معطوف على اسم مجرور وعلامة جر للياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وطالبا تمييز منصوب. ألاحظ التمييز هنا مفرد منصوب. بقي لدينا الأعداد 100، 1000، مليون أو مليار حسب الأعداد اللي موجودة عندي. هذه الأعداد تلازم حالة واحدة، حالها حال ألفاظ العقود، تلازم حالة واحدة مع المذكر والمؤنث. جاء 100 طالب وجاءت 100 طالبة. ألاحظ أنه طالب هو مذكر وطالبة هي مؤنث. ألاحظ أنه 100 بقيت على حالها ولم تتغير، إذا نلاحظ بأنه تلازم حالة واحدة.
واحدة إذا كان المعدود مذكر أو المعدود مؤنث. شاهدت ألفا، الناحية العربية يعرب كل الأعداد تعرب حسب موقعها من الجملة في حالة الرفع أو النصب أو الجر أو أي حالة إعرابية أخرى. السؤال يذكر أعد كتابة الأرقام التالية بالكلمات مراعية القواعد. في مدرستنا واحد مدير، ذكرنا بأنه يجب أن يتقدم المعدود على العدد في العددين واحد واثنين، يعني راح نكتب في مدرستنا مدير واحد، في مدرستنا مدير واحد، لأنه المعدود يجب أن يتقدم مدير واحد. الواو هو حرف عطف، يجب أن ننتبه إلى الناحية الإعرابية. في مدرستنا في حرف جر، مدرستنا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، إذا الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم. إذا نلاحظ أنه مدير لح يكون مبتدأ مؤخر يكون مرفوع. حرف العطف هنا الواو سوف يعطف الأعداد اللي بعدها ويأخذ نفس الحالة الإعرابية. في مدرستنا مدير واحد ومعاونان اثنان وثلاثة من الأعداد التي تخالف مختبر مذكر. إذا ثلاثة مختبرات، ثلاثة مختبرات. ونلاحظ معلم مذكر، خمسة يجب أن تكون مؤنث، وخمسة عشرة معلما، ومعلم مؤنث، إذن أربعة يجب أن يكون مذكر، وأربعة وعشرون، انتبه للناحية الإعرابية، معلمة. ونلاحظ إلى الرقم 101 و102، ذكرت من خلال الشرح أنه جاء طالب واحد وجاء 100 طالب، جاء 100 طالب. نلاحظ أنه عند تطبيق هذا الرقم نلاحظ يجب تطبيق هذه القاعدة، يعني راح سوف نقول و 100 طالب وطالب واحد، لا يجوز أن نقول و 100 واحد وطالب، يجب أن نقول ومئة طالب وطالب واحد، وكذلك ومئة طالبة وطالبتين وطالبتان اثنتان. يجب أن ننتبه إلى الناحية الإعرابية عندما نعيد كتابة هذا السؤال. ولا يجوز أن نقول الأعداد فقط بهذه الشكل بدون كتابة الجملة كاملة. ننتبه إلى السؤال الثاني اللي هو عين العدد، ألاحظ العدد المعدود القاعدة. أخذنا الأعداد، ذكرنا واحد واثنين تطابق، يجب أن ننتبه لل القاعدة من 3 إلى 9 تخالف. ألاحظ انبجست منها 12، اثنتا، إذن ايش راح تكون عندي؟ 12، المعدود هو عينا، القاعدة تطابق المعدود.
وسخرها عليهم سبع ليال. ليلة هي مؤنث، ليلة هي مؤنث، إذا سبع إيش راح تكون؟ راح تكون هنا ليلة راح تكون تخالف. وكذلك عندي ثمانية أيام، أي يوم هو مذكر، إذا ثمانية راح تكون عندي مؤنث، يوم راح تكون كذلك تخالف. وشكرا للإصغاء.